Bonjour mes amis, voilà donc je suis dans la nature en plein forêt. Rani fi الطبيعة في وسط الغابة راكم تشوفوا هنا. أنا من داك نحب نجي للغابة pour me ressourcer. Voilà. Voilà les baskets pourries, les baskets moussées. Oh yallah. دونك فوالا مليح الواحد يتحك بالطبيعة بصح شوفوا الناس واش دير راكو تشوفوا بابيي تاع ما نعرف هذاك واش قرعة تاع اخر يرموهم في الطبيعة شغل هاد الطبيعة مزبالة شوفوا شوف راكو تشوفوا ومنا تاني هذا الداخل لا ما نهدرش على لي روي برينسيبال ما حدت ولا حرج دونك فوالا من داك الواحد مليح il vient se ressourcer j'ai une orange راني حابة نقشرها وناكلها en plein soleil pour fixer la vitamine D اسكو نقدرو نقشروها بيد وحدة on pourra Bon voilà, hadi c'est une forêt naturelle. Ok, on a la forêt créative. Bon, had l'qchour نقدر نخليهم في الغابة puisque had l'qchour c'est biodégradable. شو الحاجة طبيعية تقدر تتحلل في الطبيعة facilement و تولي بالطولة تولي كشغل ان انغري. داكوغ بصح ما نخليهمش هكا في جور ما نخليهاش في الطريق ولا مي نرميها في التراب ونسي ندخلها الداخل التراب باش هكا نعاون الطبيعة باش تحللها بصح باش تدخلو حاجة تاع بلاستيك كيما هكا ولا كوارت كيما هكا جو كخوا كو سي اونتو جو كخوا كو سي فغيمون اونتو من هاد المنبر توجور نحسو الناس لي يروح للغابة ولا ياك انت تدي بالمقابل الاسترخاء ولا ريسورس شغل تلقى روحك في الغابه شغل تمد لك فضاء تاع راحه فضاء تاع استرخاء فضاء دو تو ريسورسي سي با كومون دير سا اون عرب مي تجازيها باش تخلي هكا القرع انا دوك نلمهم مي ما نقدرش نلم كاع الغابه هذه امبوسيبل كل واحد الحاجه اللي يقدر عليها يديرها هذا مكان واليوم جانفي بهذه المناسبه نتمنى لكم عام سعيد ان شاء الله كل واحد تكون في باله حاجه يديرها وانا واش نقول لكم لي ريزوليسيون ما تكونوش بالعام واحد كيحب يدير حاجه في النهار نقول في النهار ندير تال شوز زعما نقول ندير خطا في السمانه ندير فيها سبور ولا ندير فيها الرياضه المهم ما تخلوش كل عام تقولوا هذا العام ندير لا سي با بيان قولوا هذا اليوم ندير هذه السمانه ندير وبلوتار تقول هذا الشهر ولازم تكتب واش راك حاب دير واش راكي حابه ديري باش هكا يترسخ لك الفكره في راسك باش هكا صح لا ما درتيش 100% ولا ما درتش 100% دير او موان à 80% ou là à 75% donc voilà donc sur ça comme inchallah l'am li koun mlih بصحتكم موسم كي يكون موسم فواكه لازم تبروفيتيو من هذيك الفاكهه تاكلوا منها الماكسيموم باسكو الفواكه ملح بزاف ملح للصحه بصح ما تكثروش تقطعوا منهم مي كل نهار كلوا حبتين او لا زوج كوم سا تكون عندنا لينيرجي دوك انا ناكل هادي ونمشي شويه وهرول ماشي امشي وهرول شويه باش هكا نديروا شويه حركه ولا شويه رياضه هيا بقى على خير على بروشين فيديو ان شاء الله